يقول لك عماد بن شني هو من الغرب من مستغانم وعنده يحكي باللهجة تاع ناس الغرب يعني. إيه ما داوهش معهم في أولاد الحلال راه يكريتيكي فيه. لا هذه شوف دوك نعطيك عماد أول قبل ما يكون عماد ممثل راه منتج وكمنتج ومدير إنتاج على شركتين مختلفتين. عماد بن شني نظن سي ديفيسيل دو جيري لي دو كارير تاع كوميديان افيك ان بروديكتور سي تري ديفيسيل. انا هذا العام خدمت مع ريم غزالي مسلسل تاع طاليس كان سي تري ديفيسيل بور مو دو تورني افيك ال وميم هي راهي شاهده سي تري ديفيسيل انني نخلي الخدمه تاعي ونروح نتورناج. دونك انا سي دي كارير ابروند انا جو برون صافي 5 سيزون اللي خديت لا كارير دو بروديكتور عطيتها اهميه اكثر من اون كارير دو كوميديان. لانه نعرف لي كوميديان ما كانش فايده ما كانش كارير في الجزائر ما كانش فايده ما كانش اون كارير ما تدير بها والو. حنا شفنا عثمان عريوات شفنا سيد علي كويرات شفنا لي قامات تاع التمثيل في الجزائر ما نحكيلكش كيفاش كملوا نهايه حياتهم. دونك انا بالنسبه لي صالح ماشي خاطي هذه سي لا فيريتي. انك تقول لي انت الفنان الجزائري ما عندوش كارير في الجزائر هذا اتهام ماشي اتهام هذه سي ان كونستا هو لا برودكسيون نو سي ان كونستا هو لا سي ان كونستا برودكسيون كوميديان اللي ما عندوش كارير سماوشك لا مش خلينا نفهمك معليش نازي خليك كمل الفكره نتاعك ونرجعوا لك نازي واش فنان حنا دوك شوف مال اكسبليكي جو مي سي مال اكسبليكي مي دوك نفهم دوك جي با فيني انا فاهم واش حبيت تك فهمني تري بيان ميم اسي جو بونس يفهمتني ميم انا فاهمني لا ماكش فاهمني تفضل كيفاش فاهمني عارف فاهمني بيان شوف باسكو هما يسون انا نعرف اسيا نعرفها بالك صافي 7 8 طون سالي ما قال نفس الشيء. حنا من نحكي لك هذا السوجي انايا كون شو بارل دان كوميديان ان كوميديان انجيريان كي تقول كارير باش ان كوميديان ايجيبسيان مثلا اللي قاعد كارير انترناسيونال انترناسيونال صح شو بارل دو سا بيان سور لو كوميديان انجيريان اسكو عنده ان ستاتيو ديجا كوميديان انجيريان هذه لا بريمير كيسيون اللي نبوزيها لك انا صح اسكو معترف به الكوميديان انجيريان